رد بالك عليها. لعل أهم ما يحسب لفيلم الطريق إلى أسطنبول لرشيد بوشارب زيادة على تناول قضية تجنيد الشباب في تنظيم داعش التي لم يسبق تناولها في السينما الروائية هو تعمد بوشارب أن تكون الأسرة التي تظهر في الفيلم من خلفية غير إسلامية. بوشارب الذي لا يكف عن السينما يعود هذه المرة من الجزائر وبموضوع عاشت ويلاته الجزائر سنوات التسعينات، اختار له مبدئيا عنوان القاتل داخل القاعة. هذه 100% جزائرية، هذه يعني الاستوار تاع واحد عنده صالة سينما في وقت الإرهاب يقولوا له بالله الصالة تاعك أو نلقيو عليك، ويجاهد وكملوا ما بلعش الصالة. العمل الذي تدور أحداثه حول ضغوط يتعرض لها عامل بقاعة سينما يشرع في تصويره قريبا. لو ميرتريي دون لا سال، احنا نشرع في التصوير في اكتوبر ان شاء الله ولا نوفمبر ان شاء الله، الجزائر العاصمه ان شاء الله. وسيقدم دوره الاول الفنان فوزي صيشي والفنانه الفلسطينيه هيام عباس. دور رئيسي ان شاء الله يكون رابع فيلم تاعي مع رشيد بوشارب، لان خدمت معاه بزاف. كيف سيتناول بوشارب سنوات الارهاب في الجزائر خاصة وأن الموضوع ليس جديدا في السينما الجزائرية؟ القاتل داخل القاعة سيحمل الجواب الشافي.